بسم الله الرحمن الرحيم. من قناة عبود للزراعة أطل عليكم اليوم بموضوع الوقت وموضوع نبات أو الشخص الفستق الحلبي، وباعتبار أن في هذه الأيام رعايتها مطلوبة وتقليم هذه الأشجار. أرجو منكم مشاركة الفيديو، وضع لايك حتى تقوى القناة، وبذلك أكون معكم دائما في هذا في هذه الفيديوهات. أتمنى من الجميع أن يساعدوا القناة. أعود إلى موضوعنا اليوم، الموضوع: متى تثمر الشجرة بعد التطعيم؟ وهناك موضوع شائك في هذه الطريقة. إذا كانت الشجرة صغيرة والغراس تكون صغيرة وتطعم بعد سنة، فإنها تطول حتى 5 سنوات أو أكثر حتى تبدأ بالإثمار شجرة الفستق الحلبي. أما إذا كانت الشجرة كبيرة فإنها تطعم بعد أو تثمر بعد 2 إلى 3 سنوات، وفي الغالب وفي بعض الأحيان تصل إلى 4 سنوات. وسأريد أمثلة منها بهذا الموضوع، مثالين أو 3 أمثلة، وسأنتقل من شجرة إلى شجرة. هذه شجرة فستق حلبي قديمة، كما قلت نبدأ أولا بالقديم. الأشجار القديمة وهي أشجار مزروعة منذ زمن ولم نهتم بها، وبعد جيل جاء جديد اهتم بالزراعة قمنا بتطعيم هذه الشجرة، وقمت بتطعيمها في هذا المكان كما ترون، وهذا هو الغصن الأساسي أريكم، وهذا بشكل عام هو الطعم الذي تحت يدي، وخرجت منه 3 براعم كما ترون، 1، 2، 3. هذه البراعم منذ 3 سنوات، وفي هذه السنة لم تثمر، وذلك لأسباب نقص بعض السقاية، وقد تكون أسباب وراثية، لكن بالعموم أنا قمت بتطعيم نفس الشجرة بنفس المواصفات وأثمرت في العام الماضي وأخذنا منها ثمار. إذن هذه شجرة 2 سنوات، وهذه السنة الثالثة كما قلت، طعمها مثالي كما ترون، طعمها مثالي. وهذه الشجرة الأصلية كما ترى، هذا القطع الأصلي، هذا قطع الشجرة، وهذه شجرة لكنها مركبة على كما قلت على شجرة قديمة، وكما ترون هناك بعض الأشنيات والتي لا تضر، وهذا يثبت أن هذه الشجرة عمرها كبير. هذا مثال على الأشجار القديمة، وسأريكم مثال آخر لأشجار أخرى. نرى بأن هذه الشجرة في هذه السنة لن تثمر، والسبب كما قلت في فيديوهات سابقة، ننظر إلى براعم الإثمار فنجد أن هذه الشجرة تخلو من براعم الإثمار. وسأريكم شجرة أيضا طعمت في منذ 4-3 سنوات، وهذه السنة الرابعة، وسنرى هذه الشجرة. هذه الشجرة قبل الشجرة الماضية بسنة، ونرى أنها أثمرت في العام الماضي، وهي في حالات دائما يكون الإثمار عام تثمر وعام آخر لا تثمر، ظاهرة المعاومة. ومن يسأل أنها أثمرت أم لا، لننظر إلى هذا بقايا الغصن هذا، وهو عنقود، بقايا العنقود كما ترون. وبالمناسبة يجب إزالة آثار العناقيد التي تنتفخ بهذا الشكل، يجب إزالتها لأنها تصبح وباء على الشجرة، إذن يجب إزالتها بالمقص، وأنا حرصت على أن أريكم إياها.
هذا مكان عنقود الفستق الحلبي، وهذا أيضا مكان عنقود كما ترون، يجب إزالته ولو بقوة، ولو بقوة بهذا الشكل. إذا يزال بهذا الشكل، وهذه أيضا من مزايا أن الشجرة سيصبح بها وباء في حال تركنا بعض ما عليها. كما نرى هذه شجرة منذ 4 سنوات، وسأريكم في المثال الآخر، وأيضا لم تثمر لأنها أثمرت في العام الماضي، لم تثمر في هذه السنة، وقمت بنشر فيديو عن كيفية معرفة براعم الإثمار. راجع الفيديوهات السابقة تجد براعم الإثمار. إذن هذا أيضا مكان عنقود ثمار كما ترى، إذن هو يصبح وباء ويجب إزالته بالمقص لأنه يأتي بالأمراض إلى الشجرة. أعود إذن إلى شجرة أخرى وسأشرح بها براعم الإثمار مرة أخرى، براعم الإثمار مرة أخرى. إذن نذهب إلى شجرة، هذه أيضا كما قلت شجرة قديمة تم تطعيمها، وسأزيل هذه الزيتونة إن شاء الله لتكون هذه الشجرة قوية. سأريكم أيضا شجرة أخرى مطعمة منذ 5 سنوات وعليها براعم الإثمار، وعليها براعم الإثمار. نعود إلى الشجرة التي طعمت منذ 5 سنوات، وهذا هو مكان الطعم، ونرى أن كلما زادت المدة بدأ مكان الطعم يذوب مع الشجرة، ولا يمكن تمييزه إلا للمختصين، ولا يمكن تمييزه إلا للمختصين. إذن هذا هو الطعم الذي وضعته بيدي طبعا، وأنا أعرفه هذا طعم. إذن هذا طعمي شجرة منذ 5 سنوات وأكثر، وفي السنة السادسة، وسأريكم براعم الأطعام. هي لونها أسود كما ترون في هذه الفترة، كما ترى هذه أيضا، وهذه إذن هذه هي براعم الإثمار، وهي براعم يجب أن ننتبه لها ونقوم بوضع أصبعنا على إحداها لمعرفة إن كانت تهتز أو تقع. في بعض الأشجار تقع بسهولة، وذلك لنقص مادة نقص السماد الذي يفيدها في تثبيت براعم الإثمار. إذن هذه الشجرة أيضا من الأشجار القديمة، وقمت بتطعيمها منذ 5 سنوات وأكثر، وبدأت بالإثمار. وكما ترى هذه الشجرة يكون مجموعة جذري أكثر من التي مضت والتي الأمثلة السابقة. هذا مثال أيضا في 5 سنوات. أعود وأكرر، في هذه الفترة يجب على مزارعي الفستق الحلبي أن يقومون برعاية الأشجار، تقليمها ووضع الزيت الشتوي والمبيدات الفطرية مع الزيت الشتوي، وذلك لحماية هذه الأشجار وليكون لديهم موسما جديدا قويا ومربحا. كان معكم من ريف حلب أبو العيسى، أشكر متابعتكم، وأعود وأقول ساعدونا في تفعيل الجرس ووضع اللايكات حتى تقوى القناة ونستفيد نحن وأنتم، وأشكركم وإلى اللقاء.